الوداد ديرو خصها تطلب تفسير قرار يجب ان تطلبوا من الكاف تفسير القرار راه الا كيتكلمو على اللوائح ديال ديال المقابله راه الوداد غادي تلعب بنفس اللعابه ولكن راه بالنسبه للترجي راه عندها اللعابه تقاداو لهم العقود 30 سته راه يكونوا عندنا لعابه اخرين سبعه ديال اللعابه من من فريق الترجي كيلعبوا في المنتخب التونسي اللي كاين في افريقيا وبالتالي يبقوا هما في الجاهزيه القواعد ديال مفهوم الجاهزيه في المنافسه ولات كتمس الوداد واصبحت الوداد الان مظلومه بالحكام اللي داروا لها مظلومه في المقابله ديال الذهب مظلومه في المقابله ديال الايام مظلومه في الطعن والنتيجه ديالو لانه اصبح يكلفها اشياء ما عرفنا كيديروا لها هذوك اللعابه ديال التوانسه اللي غادي يلعبوا سبعه في هذا الشهر هذا كله والدراري ديال الوداد غيكونوا كاينين في الفريكو جالسين باستثناء واحد الحارس نعم. هذوك اللعابه اللي عندهم الحمراء واللي ما يمكنش يلعبوا نفترض الترجي هذوك اللعابه تقادات العقود تاعهم وجابت لعابه جداد واش هذوك اللعابه جداد واش غادي تلعب بهم الترجي اذا بالنسبه هذاك الفرصه اللي تحيدت الوداد باش يكونوا عندها نفس المنافسه بنفس الشروط نفس الامكانيات اصبحت المقاصه الان وبالتالي كان على الكاف انها تفكر في هذه المساله هذه المقابله ديال قبل 30 لان 30 6 بعد منها سنكون في اوضاع قانونيه اخرى واش اللوائح نفترض هذه اللعب هذا اللعب مثلا كان مع التراجي. من التراجي مشى يلعب مع شي فريق اخر وبغينا نلعبوا مع الوداد وش نقولوا لي اجي تلعب معنا وش هذاك الفريق هيطلق ليه وهذاك اللعب جديد جبنا نفترض جابوا شي لعابه حراقيه اللي كيطيروا مع الطيور وانهم تم التعاقد هل هذا يعتبر عدلا ان تعطي الآخر فرصتين. فرصة بانه عنده امتياز عليه في الذهب. وفرصة على انك الغيتي لي واحد البيت اللي, اللي كان به التعادل. وحيتي الامتياز. وفرصة اخرى على انك تعطيني تكلفة اخرى. يمكن في الجمهور في في, في, في المكان في المناخ في الظروف. وفرصة رابعة ان الاخر اصبح الان بامكانه ان يطعم الفريق تاعو بلاعب اخرين. وان, يت وأن يمس مفهوم اللوائح. وبالتالي على الكاف ان يشرح لنا مزيان. ويقول لنا واش هاد? هاد القرار هذا فينا الحدود ديال التطبيق تاعو الاخرى الا يستقيم ان يكون الجزاء على من؟ على الجزاء على من؟ على ذاك على ذاك الرئيس ليهدد الرئيس ديال،, ديال ديال الكاف، ان يكون الجزاء على الجهه المسؤوله عن البث التلفزيوني خلف الشروط، ان يكون الجزاء على الفريق ديال الترجي الذي دي اخل بكل النظم الاخلاقيه ديال التجبير وتوفير الجو ديال المنافسه، ان يكون الجزاء على حكم الشرط الذي ساهم في هذه النتيجه، ان يكون على حكم الوسط الذي يجب ان يشطب عليه لانه متهم اتهام ديال عدم الحياد والتمويه والتمثيل والتحقير المتفرجين وتحقير الناس اللي هما متابعين عن طريق ايهامنا بانه الصندوق فيه التلفزه اللي مرتبطه بالفار بل بل عن طريق ايهامنا بانه كيتصل مع عن طريق قبول باش يجي القرار خارج رقعه المستطيل المربع راه القرار الحكم يجب ان يكون منه وان يكون هو فقد المسؤوليه ديال انه استؤمن على خلق الجو ديال التنافس ما يتسناش ليه شي واحد من شي جهاز اخر باش يقول لي المقابله لان كاين الامن وبالله عليكم الا يحق لنا ان نطرح هذه المسائل لفريق الوداد نعم. وكنرجعوا مره اخرى وكن كنقولوا ليه نحن مع فرق الوطنيه نحن مع الطعن اللي دار التعرض نحن مع الموقف الجامعه نحن مع بعد النظر ديال الناس الجامعه اللي عندهم نعم. امور اخرى مرتبطه مسائل احنا نعم. ما كنعرفوهاش ولكن كنقولوا دائما يجب ان نعلن بشكل مرتفع شنو هو التخوف تاعنا وكيفما كان القرار ديال الوداد فنحن نشجع الفرق المغربيه في الحدود ديال القرار اللي هي دون ان نكون متدخلين في هذا القرار هذا ولكن مساعدين من اجل خلق واحد ديال عص في الأف... عصف ديال الافكار وهذا هو الواجب تاعنا ونقول بان في قناه ريمال تي في سواء في برنامج ديال ريمال سبور انا في دع القانون باننا احنا مصاحبين لكل الفروق الوطنيه داخل الوطن وخارج الوطن نعم. مصاحبه مفيده وايجابيه و الحب تاعنا الوطن تاعنا وتشجيع تاعنا